أحداث 26 من يناير. في 26 من يناير من عام 1785، بنجامين فرانكلين يكتب رسالة إلى ابنته يظهر فيها إحباطه بسبب اختيار النسر كرمز للولايات المتحدة الأمريكية بدلا من الديك الرومي. وفي عام 1788 الأسطول الأول البريطاني تحت قيادة آرثر فيليب يبحر إلى مدينة سيدني الأسترالية لتأسيسها، وهي المستوطنة الأوروبية الدائمة الأولى في القارة، ويحتفل بهذا اليوم في يوم أستراليا الوطني. وفي عام 1802 الكونغرس الأمريكي يقر قانونا لإنشاء مكتبة، وهذه المكتبة أصبحت فيما بعد مكتبة الكونغرس. وفي عام 1943 ميلاد المغنية والممثلة الراحلة سعاد حسني. أما في عام 1952 اندلاع حريق كبير في القاهرة، والتهمت النار خلاله نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب ونادي في شوارع وميادين وسط المدينة. أما في عام 1965 اللغة الهندية تصبح اللغة الرسمية الأولى في الهند. ومن الأعياد والمناسبات، في 26 من يناير رأس السنة الكورية واليوم الوطني لأستراليا وعيد الجمهورية في الهند وعيد الاستقلال في أوغندا. أحداث 27 من يناير. في 27 من يناير من عام 1756 للميلاد، ميلاد الموسيقار النمساوي موزارت. وفي عام 1926 الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز. أما في عام 1967 احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو، مما أدى إلى مقتل رواد الفضاء الثلاثة المتواجدين على متنها، وذلك خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11. أحداث 28 من يناير. في 28 من يناير من عام 1887 بدء بناء برج إيفل. وفي عام 1948 ميلاد المغنية والممثلة اللبنانية هي ميونس. أما في عام 1986 مكوك الفضاء تشالنجر ينفجر في الجو بعد انطلاقه ب73 ثانية، تسبب الانفجار في مصرع رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنه. ومن الأعياد والمناسبات، اليوم الوطني للتجار في الجزائر. أحداث 29 من يناير. في 29 من يناير من عام 2008 نيزك 2007 TU24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعا من دون أن يسبب أي خطر لاحتمال اصطدامه بها. ومن الأعياد والمناسبات، يوم الدستور في جبل طارق. أحداث 30 من يناير. في 30 من يناير من عام 1970
ميلاد المطرب والممثل الشعبي المصري سعد الصغير. وفي عام 2013 كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ لها باسم نارو ون، وهو صاروخ يحمل قمر اصطناعي لأغراض بحثية. أحداث 31 من يناير. في 31 من يناير من عام 1953 الفيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا. وفي عام 1958 إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة الأمريكية. أما في عام 1990 افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفيتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم في موسكو بمثابة علامة على تغير الزمن في الاتحاد السوفيتي. وفي عام 2018 حدوث خسوف كلي للقمر، ويعتبر أول خسوف للقمر الأزرق العملاق في عام 2018. واخترنا لكم من الأعياد والمناسبات في 31 من يناير اليوم الوطني في نورو.